تعالي يا حبيبتي. ما تيجي نروح يا بيبي دلوقتي؟ انا اصلا عندي شغل كتير قوي. انت وحشني قوي ونفسي اشبع منك. طب اخلص شويه الاوراق دي ونروح على طول. بقول لك وحشني. هيدا هاني، حضرتك الملف اللي طلبتيه انا سيبته على مكتب سعادتك. اوكي ميرسي، اتفضل. ايوه هايدي. مين دي يا بابا فهمي؟ دي حنان، ما انت عارفاها كويس، الممرضه بتاعت سعاد الله يرحمها. ويا ترى ايه اللي يخلي ممرضه تبقى سكرتيره فجأة؟ ما هو انا انت تسكتي خالص، انا بكلم بابا فهمي. برضه حضرتك ما جاوبتنيش. طب روحي انت يا حنان دلوقتي وشوفي شحنة الخشب اللي جاية من اوروبا وصلت ولا لا، وتابعيها لحد ما تتخزن. حاضر يا فهمي بيه. كويس انه حضرتك مشيت عشان نعرف نتكلم. انا مشيت عشان ما تعودتش منك تكلميني قدام الموظفين بالشكل ده. انا اسفة يا بابا، بس برضه ايه السر اللي يخليك تشغلها كده معاك فجأة؟ ابدا، انا اصل اتفاجئت انها بتتصل بيا وبتقولي انهم استغنوا عنها في المستشفى وانها عايزه شغلانه تاكل منها عيش، وحلفتني برحمه مامتك ان اساعدها واقف جنبها، فعينتها هنا سكرتيره عشان خاطر سعاد الله يرحمه. خلاص انا اسفه، ما تزعلش مني. انا عمري ما ازعل منك ابدا، بس انا بقى مش عاجبني اللي انت بتعمليه. ليه؟ انا بعمل ايه؟ حد ماله تاني يا بنتي؟ كل الناس بتغلط، مش عايزين غلطة زي دي تهد كل اللي بينكم بالشكل ده. بس الغلطة دي كسرت جوايا حاجة مستحيل ترجع زي الأول، كسرت ثقتي فيه. يرضيك يا بابا أعيش مع واحد أنا مش قادرة أثق فيه؟ يا حبيبتي دي زوبعة وهتروح لحلها، اديله أنت بس فرصة، هو هيكفر عن اللي عمله. لو حد سرق منك حاجة هتعرف تأمن له تاني وتديله فرصة تانية؟ لا طبعا. يبقى مش عادل ان حضرتك تطلب مني حاجه انت نفسك مش عارف تعملها. انا بالنسبه لي الموضوع انتهى، مش هكمل معاه. انا اصلا لما كلمته لقيته لسه بيحبك ومش قادر يستغنى عنك ومش هيطلقك. خلاص خليه براحته، انا هرفع عليه قضيه خلع والكلام ده نهائي.